باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة بنعمة ربنا ناخد الإصحاح 26 في سفر إشعياء النبي، بركاته على جميع نعمه. هو عامل زي الإصحاح الماضي اللي هو عامل زي ما يكون مزمور. المزمور ده بيقول في ذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية في أرض يهوذا، هيقولوا إيه؟ لنا مدينة قوية يجعل الخلاص أسوارا ومترسا. ذلك اليوم يقصد به يوم الصليب أو يوم افتقاد الله لكنيسته أو افتقاد الله للنفس البشرية، اليوم اللي فيه ربنا يرفع راس شعبه أمام الأعداء اللي كانوا بينتصروا ظاهريا على الكنيسة. في ذلك اليوم نتيجة ان ربنا يرفع راس كنيسته وشعبه يبتدي يغنوا بهذه الأغنية، يعني ترنيمة. وفي أرض يهوذا نفسرها روحيا يعني في الكنيسة، لأن يهوذا هو كان شعب الله القديم، فإحنا الآن شعب الله الجديد، ويهوذا هو السبط الذي جاء منه سيد المسيح. يبقى أرض يهوذا عن أرض المسيح، يبقى يغنى بهذه الأغنية في الكنيسة. هنقول إيه؟ لنا مدينة قوية. هذه المدينة هي الكنيسة نفسها، مدينة قوية. في أحد الترانيم بنقول فيها يا مدينة الصلاة. تخيل مدينة كلها عبارة عن صلاة. وطبعا لما تكون المدينة مدينة الصلاة تبقى مدينة قوية، لأن الصلاة معناها إن إحنا بنستعين بقوة ربنا، نقول له يا رب، يقولها أمز على طول يعني. والمدينة القوية هي أيضا القلب. لما يكون مدينة لله تبقى مدينة قوية، لأن الرئيس اللي هو الله ساكن فيه. عندنا مزمور بنصلي بيه في صلاة النعم لما نقول سبح الرب يا أورشليم. أورشليم هي القلب، بنقول فيه لأنه قوى مغاليق أبوابك. إن ربنا خلى مغاليق القلب قوية. مغاليق الأبواب معناها إن مفيش عدو يقدر يدخل طول ما الباب مقفول، والمغاليق بتاعته اللي هي الإقفال والترابيس قوية. فالله قوى مغاليق أبوابك وبارك بعنيك فيك. ده الكلام ده بالنسبة للقلب المحتمي بالله. لنا مدينة قوية يجعل الخلاص أسوارا ومتراسة. متراسة معناها زي الترابيس يعني اللي بنقفل بها البيبان. فعايز يقول هنا ان قوة المدينة بسبب الخلاص. اعمال الله الخلاصية هي اسوار المدينة. عندنا سور عالي جدا اسمه المعمودية يخلي الشيطان ما يهوبش مننا، وسور تاني اسمه الميرون. الانسان فينا مدهون بزيت الميرون، الشيطان ما عارفش يقرب ناحيته. واسور اخر هو سور التوبة، كل ما الشيطان يجي يعمل ثغرة في الباب ولا في السور التوبة ترمم. فيقعد باستمرار الأسوار قوية وحصينة ما فيهاش شروخ ولا ثغرات. وسور عظيم اسمه سور التناول، اللي يثبت في المسيح يتقوى به. عشان كده الخلاص اللي احنا بناخده في الاعمال الخلاصية بتاعت ربنا هو ده السور اللي بيحمينا. طبعا هذه التسبحة
هي نوع من إذا جاز التعبير يعني الشماتة في الأعداء لما الشياطين بنقول لهم إحنا بقينا أقوياء بإلهنا مش خايفين منكم. عشان كده كنا قرينا في أشعياء قبل كده طوبى عينا تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. تشامخ الإنسان يقصد به كبرياء الشيطان والناس الماشيين مع الشيطان، ماشيين مع الشيطان لدرجة انهم بيظنوا انهم اقوى من الله فيتشامخوا ويرتفعوا ويتقلطوا على ربنا وعلى الكنيسة. فربنا على قد ما يديهم الفرصة يطول باله يطول باله يجي في لحظة معينة يضع تشامخهم في الارض ويخفض رفعتهم ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. هذه المدينة القوية ذات أسوار الخلاص يقول عنها لا يسمع بعد ظلما في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك، بل تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا. مدينة جميلة أو شكلها جميل مفهاش ظلم. الظلم دايما يأتي من أعداء الشعب، يعني لما يكون في ملك صالح طالع من بين الناس يملك عليهم يملك عليهم بالصلاح، لكن لما يجي مستعمر وإنسان غريب وإنسان قاسي يحكم الأرض بالظلم. فلما يقول لا يسمع بعد ظلم في أرضك معناها إن الغريب هيضطرد. محدش غريب غير الشيطان، مش بيقول كلمة غريب إلا الشيطان، هو اللي كان بيملك على النفس على القلب على الفكر على الحواس ويظلم الإنسان. يظلمه ليه؟ لأنه بياخد الطاقة والجهد والوقت والمال والصحة والعافية ضيعه. فيقول هنا لا يسمع بعد ظلما في أرضك معناها ربنا هيطرد كل قوات الشر ولا خراب. الشيطان شغلته يخرب، ربنا هيطرده. او سحق، السحق ده معناها انسان بيتظلم بفترة يتسحق كل ده هينتهي لان ربنا دخل يخلص شعبه من عبودية إبليس. هتسمي أسوارك إيه بقى؟ اسم الأسوار خلاص، والأبواب اسمها تسبيح. لماذا سمى الأسوار خلاص والأبواب سماها تسبيح؟ الأسوار للحماية والأبواب للحرية. تخيل لو انا جوه مدينة لها سور عظيم جدا بس ملهاش ابواب، يبقى سجن. جوه السجن مش ممكن حد يقتحم السجن لان دي اسوار، بس كمان اللي جوه السجن ما فيش هروب، الابواب مقفلة. طب لو انا في مدينة ملهاش اسوار يبقى ما فيش حماية. ربنا يعمل لنا أسوار وأبواب، أسوار للحماية وأبواب علامة الحرية، إن أنا في أي وقت أفتح وأخرج وأدخل. المسيح نفسه قال عن ذاته أنا هو باب الخراب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. الحرية. فإذا كانت الأسوار حماية فالله حمانا بالخلاص، عشان كده الاسوار تبقى اسمها خلاص. ايه ده الحمايه بتاعتنا؟ ايه اللي بيحمينا في الكنيسه؟ لاحظوا دي لا حمايه اجنبيه ولا حمايه داخليه ولا حد يقعد يرعبنا بانه على استعداد ان يحمي الاقباط. احنا مش محتاجين حد يحمينا،
لان الحماية بتاعتنا جاية من فين؟ عند ربنا. يحمينا بايه؟ بقوة الصليب. هذه هو الخلاص. يبقى الاسوار خلاص لان الحماية بالصليب وبدم المسيح وبقوته وبفدائه. الابواب علامة الحرية، والانسان الحر انسان سعيد فرحان. ايه علامة الفرح؟ ان اسبح ربنا. مش في آية بتقول المسرور أحد فليرنم؟ فعشان كده الأبواب تسبيح. يا بخت الإنسان الذي يتمتع بالخلاص ويمارس التسبيح. يتمتع بالخلاص بالإيمان بقيمة دم المسيح المخلص، يبقى في سور حواليه، والسور ده مش ممكن حد يقرب ناحيته لان ده الله نفسه. وفي نفس الوقت بيتمتع بالتسبيح تعبيرا عن حريته وفرحه بربنا. واحد فرحان باستمرار. الله هو السور. شوفوا في سفر صموئيل الثاني تسبيحه زي مزمور بتقول لاني بك اقتحمت جيشا بإلهي تصورت أسوارا. تصورت هنا بالسين مش بالصاد، معناها عملت سور. ونقول لربنا أحسن برضاك إلى صهيون ابني أسوار أورشليم، أسوار الكنيسة. فربنا يرد يقول هو وزع على كفي نقشتك أسوارك أمامي دائما. أسوارك أمامي دائما معناها ياخد بالي قوي من الحماية بتاعت هذه المدينة المقدسة. ويقول ايضا في اشعياء اني اعطيهم في بيتي وفي اسواري نصبا. النصب معناها اماكن تذكارية، يبقى فيها علامة على ان في علاقة بيني وبين ربنا. لما نشوف نصب تذكاري نقول ده علامة النصرة في يوم الحرب الفلانية، ده علامة الجلاء، ده علامة تحرير البلاد، وهكذا. فالنصب معناها في أيام تاريخية بيننا وبين ربنا. أكتر من كده في أشعياء 60 ربنا يدينا وعد أن بنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك. دي الكناسة. بنو الغريب يعني ايه؟ ممكن نفسرها على عدة مستويات. نمرة واحد، انسان غريب يجي يؤمن بالمسيح ويدخل في الايمان ويعتمد باسم المسيح، وبدل ما كان بيخبط في الكنيسة ويهدها يصير بيبني اسوار زي شاول التأسوس. مش كان عدو للايمان؟ مش كان بيضطهد الكنيسة بيهدها وبيقول بأطلفها بإفراط؟ صار هو نفسه يبني أسوار الكنيسة. يبقى بنو الغريب يبنوا أسوار. وتتفهم على المستوى العام أسوار أورشليم يعني كنيسة العهد القديم اللي بنى هذه الأسوار الأمم اللي كانوا غرباء. يعني مثلا القديس أثناسيوس الرسولي، مش ده من أحد بني الغرباء؟ مش ده كان من نسل المصريين والفراعنة؟ مال ومال شعب الله. مين النهاردة ينكر قيمة مجهود القديس أثناسيوس الرسولي في بناء أسوار الكنيسة؟ هو أحد بني الغرباء. إحنا أنفسنا بني الغرباء، صرنا بنبني أسوار الكنيسة من خلال المحافظة على الإيمان وشرحه وتثبيت الناس فيه بعيدا عن الشكوك والانحرافات. أيضا بنو الغريب يبنون أسوارك ممكن تتفسر على مستوى أن الغريب يظل غريب ولكن ربنا يستخدمه انه يبني اسوار الكنيسة.
وهو غريب. الشخص اللي انت اتوقع منه ان يحطم الايمان، الله يسخره انه يحافظ على الكنيسة. تلاقي عجوبة حصل، تقول بقى معقول هو فلان ده اللي دافع؟ اي طب ايه اللي عمل كده؟ الهنا لنا اله حي. فبنوا الغريب يبنون اسوارك. عندما يكون عندنا وعود من الله ما يصحش ان احنا نخاف ولا نقلق، لان في كل الاوضاع يستطيع الله بقدرته الخارقة ان يستخدم جميع الظروف لمجد شعبه. فاذا اي ظرف يجي مش هيفرق، كله في ايد الهنا الصالح الحي. عارفين المثل اللي ايه؟ الشطرة تغزل مش عارف بيه اهو كده. اذا كان الشطرة بتعرف تغزل باي حاجة، ايش حاجة ربنا يعمل ايه؟ اي حاجة حطها في ايده يعمل منها مجد. فحتى لو ظل الغريب غريبا وناكر للايمان، الله يستخدم بنا الغرباء عشان يبني اسوار الكنيسة. واحيانا كانوا في الحروب يطلع ملك ويغلب بلد ويسبي الناس ويجي يسخرهم جوه مدينته عشان يبنوله، زي ما عمل فرعون مع العبرانيين. سخرهم ان هم يبنوا مدينتين في ثوم ورعمسيس من غير فلوس. هم دول غرباء بالنسبة له، لكن بنوا الغرباء دول بنوا اسوار المدينتين بتوعه. فكأن ربنا بيدي وعد لكنيسته ان يخضع الاعداء تحت اقدام الكنيسة ويجيبهم هم اللي يبنوا اسوارها، وانت واقف تتفرج زي الآية اللي تقول الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون. عشان كده الانسان اللي عينيه مفتحة قوي على وعود ربنا ما يقعدش حاسبينها وهيحصل ايه، طب هيعملوا فينا ايه، ولا مين هيجي مين هيجيش، كله سيان. ويقول ايضا في اشعياء نفس الآية اللي واخدنا النهاردة جاية في اصحاح 60: لا يسمع بعض ظلم في ارضك ولا خراب او سحق في تخومك، بل تسمين اسوارك خلاصا وابوابك تسبيحا. بعدين يرد يقول على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. بعدين يقول لهم يا ذاكري الرب لا تسكتوا، ما تبطلوا الصلاة. هؤلاء الحراس اللي واقفين على اسوار كنيسة هم الناس اللي بيعرفوا يصلوا. واخدين بالكم يعني ايه يعرفوا يصلوا؟ لان ممكن الكنائس تمتلئ بالمؤمنين في منهم ناس بيعرفوا يصلوا وفي ناس ما بيعرفوش. يعرفوا يصلوا دي عاملة زي ما يكون واحد بيعرف يوصل يقول له يا عم انت واصل، انت وصلت الراجل ده ازاي؟ تقول له دي سهلة جدا. لما سهلة بالنسبة لك انا مش عارف ليه. في ناس يعرفوا يوصل، ففي ناس يعرفوا يوصلوا لربنا. هم دول بيعرفوا، هم دول حراس الاسوار. ومنهم الرهبان، يعني في بعض الناس يوجهوا تهمة للرهبان والرهبنة، يقولوا ليه تاخدوا شباب في عز سن الانتاج ويقعدوا في الدير؟ مش ده كان احسن للمجتمع؟ ينزلوا ويخدموا ويتنشطوا ويعملوا خدمة للفقراء وخدمة للمرضى وخدمة للبعيدين ويملوا المجتمع بالانتاج. نرد عليهم ونقول لهم في المجتمع نفسه هناك فئة مهمة جدا من خيرة الشباب اشتغلوا في الجيش،
دورهم ايه؟ منهم ناس على الحدود يحرسوا الحدود. قلت ما احنا مش في حالة حرب، واحنا عشان مش في حالة حرب بنسيب الحدود، لازم ناس تقف حراس. ومنهم ناس داخل الكتائب بتاعتهم، دورهم انه يسهر طول الليل مع سلاح واقف يحرس الكتيبة. ده ايه الانتاج اللي بيعمله؟ هل ده بيزرع ولا بيصنع؟ ده واقف طول الليل حراس. ومحدش في الدنيا يستطيع ان يتهم هؤلاء ان عمرهم بيضيع وان كان افضل ليهم ان ينتجوا. فاذا كان المجتمع بيفرز فئة من احسن الناس من جهة السن والصحة عشان يقوموا بحراسة المدينة والدولة والحياة المدنية، ومحدش بيعترض، بالعكس ليهم كرامتهم، هل يبقى خسارة في ربنا ان يتخصص مجموعة من الشباب يقفوا على اسوار الكنيسة الروحية يحرسونها بالصلاة ليلا ونهارا؟ ده احنا من غيرهم كنا هنعيش ازاي؟ انتم مفكرين احنا عايشين كده أرانطة؟ هناك ايادي مرفوعة ورقب منحنية وقلوب نقية تتضرع الى الله ليلا ونهارا من اجل سلام الكنيسة، واحنا مش حاسين. عشان كده قال على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. بعدين بص لهم قال لهم يا ذاكر الرب لا تسكتوا. اذا فهمنا الحراس هم اللي بيذكروا الرب، ده انا اللي بيصلوا. بكمالة الايه يقول لك لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. متخلوش ربنا يسكت عن انه يخلي اورشليم تسبيحه في الارض، ليه الكنيسه تبقى حاجه ممجده وجميله، ليس بالقدره ولا بالقوه بل بروحي قال رب الجنود، مش بامكانياتنا لكن بنعمه ربنا. بعدين قال افتحوا الابواب لتدخل الامه الباره الحافظه الامانه. دايما الابواب بتاعت المدينة تغلق ايام الحرب عشان الاعداء ما يدخلوش، لكن افتحوا الابواب معناها ان احنا بقينا دنيا امان وسلام. افتحوا الابواب، ما بقاش في اعداء. مين هيدخلوا؟ هيدخلوا الى الكنيسة، يدخلوا الى السماء، يدخلوا الى المسيح الامة البر. ما ينفعش حد يدخل الكنيسة الا لما يتبرر بالمسيح، ولا حد هيقدر يدخل السماء الا بالمسيح. الامة البر الحافظة الامانة، الناس الامناء اللي بيحفظوا الامانة ويحفظوا الايمان ويحفظوا الفضائل، حياتهم تبقى مقدسة في الله. عشان كده المزمور يقول افتحوا لي ابواب البر كي ادخل فيها واحمد الرب او اعترف للرب. بعدين يقول هذا الباب للرب الصدقون يدخلون فيه. كتير يكتب الآية دي على باب الكنيسة من بره او على باب الهيكل، هذا الباب للرب الصدقون يدخلون فيه. عشان كده الواحد لما يجي عند باب الكنيسة يفتكر الآية دي، افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البارة الحافظة الأمانة. ساعتها الواحد يفوق لنفسه، هل أنا من ضمن الأمة البارة الحافظة الأمانة، ولا أنا ما فيهاش نوع من البر ولا فيه نوع من الأمانة؟ الإنسان يبكت نفسه ويقرع صدره ويقول له بص يا رب، مش هدخل بالآية بتاعت الأمة البرة والحافظة الأمانة، ولا الآية اللي بتقول الصدقون يدخلون فيه،
لكن هدخل بالآية اللي بتقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك. لولا رحمتك ما قدرش أتجرأ وأدخل. وهناك مزمور بيقول ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات فيدخل ملك المجد. الأرتاج هنا معناها البوابات أو المداخل. ارتفعي. عارفين الصاج بتاع المحلات اللي ما بيجي يفتح المحل يرفعه لفوق؟ فالآية كده إن الباب ده يرتفع لفوق فيدخل ملك المجد. لما يدخل ملك المجد احنا هندخل معاه وفيه. اذا افتحوا الابواب لتدخل الامة البرة اللي هي في المسيح. يدخل المسيح هو ده الامة البرة واحنا فيه. اذا اردت ان تدخل الحياة اجتهد ان تكون في المسيح ما تنفصلش عنه. وحكاية في المسيح دي تيجي ازاي؟ اولا بالايمان، بالمعمودية، بالتناول، بالتوبة، بالاتحاد بالمسيح، بالتناول، حاجات زي كده. فبظل في المسيح لما يدخل بقى هو نبحنا جواه يبقى دخلت الأمة البرة الحافظة الأمان. بعدها يقول ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل. كلمة ذو الرأي الممكن معناها إنسان ثابت في رأيه، وهذا الرأي رأي مظبوط سليم، لأن لو كان واحد رأيه مش مظبوط وممكن معناها إنسان عنيد. الناس تقول له أفكارك مش مظبوطة مش عايز يتخلى عنها، إيمانك غلط مش عايز يصلحه، طريقتك مش مظبوطة مش مقتنع بحد. فمش ممكن تكون الآية دي تنطبق على الإنسان العنيد، لأن في سفر صموئيل قال إن العناد كالوثن والترافيم. يعني الإنسان العنيد زي الإنسان اللي بيعبد أوثان بالظبط. أمال إمتى الواحد يكون رأيه ممكن؟ لما يكون هذا الرأي جاي من عند ربنا، لما يكون واحد له فكر المسيح زي ما قال بولس الرسول اما نحن فلنا فكر المسيح. هذا الانسان الله يحفظه سالما سالما زي ما قال في اشعياء 57 سلاما سلاما للبعيد وللقريب قال الرب وساشفيه. الرأي الممكن معناها ان حضرتك قعدت كده تفكر اخد قرار، صليت وبعدين فكرك استقر على رأي معين استريحت ليه طلع مظبوط. يجي حد يحاول يغيره لك تقول له لا لا لا، الرأي ده انا مستريح له، اخدت مشورة، صليت، فكرت كتير، الكتاب المقدس نفسه بيوافق على الكلام ده. هي دي الآية اللي احيانا نحتار في تفسيرها في رمية 14 اللي بتقول طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. ما يستحسنه من فكر او رأي او تدبير او خطوة عملية. انا استحسنت اعمل كده الاقي نفسي ضميري مستريح ومش تعبان لان الحاجه دي مش غلط. في ناس يفهموا الايه دي بطريقه معكوس، ان انا هستحسن اي حاجه وما دينش نفسي بقى، ما عادش ايه ارجع واقول الحاجه دي غلط. طوبى لمن لا يدين، يعني واحد استحسن انه يشرب خمر وبعدين يجي ضميره يرجع يقول لا لا لا، طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسن، انا استحسنت كده خلاص مش هدين نفسي. معقول؟ طب ما ده ممكن معناها واحد يقتل ويقول انا استحسنت هذا الوضع فمش هدين نفسي. لكن هي معناها لما تستحسن شيء
وتنفذه ضميرك ما يوجعكش لما كان صح. هو ده الرأي الممكن، هو ده اللي يخلي الإنسان محفوظ بالعناية الإلهية سالما سالما. وخصوصا إن بيت الآية يقول لأنه عليك متوكل، الذي يتكل على الله يبقى سالم والله يعطيه الرأي الممكن. في المزمور يقول عليك اتكل أباؤنا اتكلوا فنجيته. خلي بالكم يتكلوا على الله مش على البشر. اوعى نفكر في يوم من الايام ان حد غير ربنا ينجينا. الله وحده هو المنجي والمخلص. يا ريت في اي مشكله او اي ازمه نتعرض ليها يكون التفاعل الوحيد لينا هو الصلاه. وجربوا وشوفوا ان الهنا صاحي وحي، ولو ما ردش في نفس اليوم هيرد بعد 40 يوم، هيرد بعد شهر، هيرد بعد سنة، وهيبقى الرد بتاعه زي الشمس. اذا يجب ان نتكل على الله في نجينا. يقول اليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا. يقول ايضا المزمور الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي فانتصرت. ومزمور اخر يقول لانه به تفرح قلوبنا، لاننا على اسمه القدوس اتكلنا. ويقول ايضا الرب فادي نفوس عبيده، وكل من اتكل عليه لا يعاقب. الاتكال على الرب حاجة مهمة. ويقول اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الارض ورع الامانة. يعني ركز في الاتكال على الله. والآية المشهورة بتقول سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. اقول للرب ملجئي وحصن الهي فاتكل عليه. عشان كده يكمل في اشعياء يقول توكلوا على الرب الى الابد، لان في ياه الرب صخر الدهور. ياه اللي هو مين؟ يهوه اسم الله. توكلوا على الرب. هنا قال ان الرب هو صخر الدهور. حقيقه كلمه الله صخر دوت كلمه جميله وتكررت في كتير من الايات، جايب لكم بعضها النهارده. لكن هنا المعنى ان الله ده صخرة لما امسك فيه مش ممكن اتزعزع. يقول في تثنية هو الصخر الكامل صنيعه، يعني ما يصنعه اشياء كاملة. وفي اشعياء يقول اما اسرائيل فيخلص بالرب خلاصا ابديا، لا تخزون ولا تخجلون الى دهور الابد لانك ماسك في الصخر. وتكوين يقول ثبتت بمتانة قوسه، القوس بتاع الصيد، وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر اسرائيل اللي يمسك فيه ما يتهزش. وايضا في تثنية تاني يقول الصخر الذي ولدك تركته. حد يسيب الصخر؟ ونسيت الله الذي أبأك وكاد. وفي صموئيل الصلوة اللي قالتها حنة أم صموئيل، قالت ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إله. إله صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي، ملجئي ومناصي، مخلصي من الظلم تخلصني. ويقول أيضا لأنه من هو إله غير الرب، ومن هو صخرة غير إلهنا. يبقى الواحد غلطان
لما يكون عنده صخرة يلجأ إليها يستند ويروح يدور على التراب والزلط. اللي بيلجأ للناس ويتودد إليهم ويلتمس معونتهم قال عنه الكتاب المقدس كمن يتوكأ على عصا وبعدين العصا تسقط ايده. تخيل واحد وقف كده يتوكأ على عصايا والعصايا خرمت ايده. احسن لك تتوكأ على الله مش على عصاية البشر اللي معكم تضرك. وبعدين يقول لانه يخفض سكان العلاء يضع القرية المرتفعة يضعها الى الارض يلصقها بالتراب. دايما الكتاب المقدس يعلم بهذا التعليم، الانسان المنتفخ لازم يقع والانسان المتضع الله يرفعه. دايما عندنا في الرهبنة يقولوا ايه، اللي يقعد على الارض ما يقعش. مش مقصود بها نقعد على الارض، لكن مقصود بها الواحد يكون دايما ايه، نفسه متواضعة ما ينتفخش. عشان كده يقول صرح ارتفاع اسوارك يخفضه يضعه يلصقه بالارض الى التراب. ويقول وينزل برد بهبوط الوعر والى الحضيض طوبع المدينة المنتفخة المتكبرة اللي عاملة نفسها. دي الكلمة اللي قالتها العذراء مريم، انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. هنا الدرس دوت ليه اكتر من وجه. اول وجه ان انا نفسي ما انتفخش، حدش فينا ينتفخ، لان قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامة الروح. فيالي ضيعنا ومنضعش نفسنا، مهما ربنا رفعك خليك نفسيتك متضعة. يقولك ربنا يعلينا ويوطي نفسنا، خلينا كده دايما الواحد يبقى غلبان طيب وبسيط وعلى قد الناس. نمرة اتنين، لما يكون في انسان متشامخ ومرتفع وبيفتري على الناس وانت متأذي منه ما تخافش، مصيرها هتنتهي، هيجيله وقت وكل ده يضيع. فمن ناحية انت ما تغلطش الغلطة دي، ومن ناحية تانية لو حد بيأذيك بهذه الغلطة ما تنزعجش، ياخد وقته ويمشي. والحاجة التالتة ان ربنا هينصفك في وقت ما حسب تدبيره ويرفعك رفعة كويس، بس ساعة لما يرفعك خليك انت كمان ايه، مع صح. قال السيد المسيح في اول التطويبات، طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. هذه المدينة المرتفعة تدوسها الرجل. تخيل لما تكون مدينة وفي رجل بتدوسها، بس رجل مين؟ شوف الآية تقول مين؟ رجل البائس، أقدام المساكين. يعني لو بتدوسها رجل ناس عظماء وملوك كان معناه يبقى حرب واتغلبت في الحرب، لكن ده بيدوسها أرجل البؤساء والمساكين. معناها ربنا عدل الموازين. بعد ما كان في ناس متكبرين يتسلطون على البائس والمساكين، ربنا عدلها بقى، خلى الغلابة دول هم اللي يسيطروا على الموقف. خليك دايما من ضمن الغلابة عشان ربنا ينصفك. بعدين يقول طريق الصديق استقامة. تمهد ايها المستقيم سبيل الصديق. طريق الصديق استقامة، ما بقاش فيها التواء ولا عوج ولا التفاف. الواحد يبقى واضح وصريح
ده بقى في كل حاجة. عشان كده احنا اسمنا كنيسة ارثوذكسية، معناها ايه؟ استقامة. انت على الوضوح، لا فيها لا ولا لوعة ولا فيها لف ولا دوران ولا فيها اي حاجة، انت تبقى كده ايه، خط واضح. طريق الصديق استقامة. الانسان الذي يؤمن بشيء ويظهر غير ما يؤمن به ما يبقاش انسان مستقيم. اللي بيخدع الناس بإيمانيات منحرفة ويقولها بطريقة ملطوية عشان ما حدش يعارضه، انسان مش مستقيم. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر. ما حبش المكر، خليك مستقيم. في احد المجامع، مجمع خلقدوني، قديس ديسكوروس قال الاساقفة الحاضرين، مش انتوا قبل كده مضيتوا على الايمان؟ ليه بتغيرون النهارده؟ قالوا له احنا مضينا قبل كده خوف. بصلهم كده، خوف في حد يكتب ايمان يمضى عليه غير اللي جوه قلبه؟ قال خوفنا منك لانك انت فرعون ليك سطوه. قال لهم اوقدوا النار لنعلمكم كيف يكون الاستشهاد. اوقدوا النار لنعلمكم كيف يكون الاستشهاد. يعني انا مستعد اموت ولانيش امضي على ايمان. مش مظبوط؟ يعني ايه تخاف وتمضي على حاجه مش على ضميرك؟ عشان كده طريق الصديق استقامة. ولما يكون الطريق مستقيم الإنسان يمشي فيه بانطلاق. شوف لما يكون الطريق كثير من الحمعات الواحد يمشي فيه بالراحة لحسن العربية تتقلب، لكن طريق مستقيم زي مصر اسكندرية الصحراوي كده الواحد يجري هيجي عند حتة فيها منحنيات يخفف السرعة. عشان كده طريق الاستقامة تخلي الانسان يمشي، تمهد ايها المستقيم سبيل الصديق، تمشي ممهدا معنا بسرعة. عشان كده المزمور يقول من قبل الرب تتثبت خطوات الانسان وفي طريقه يسر، ويقول من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان ومن يعوق طرقه يعرف. دي عامة زي المثل اللي يقول لك تمشي عدل يحترع عدوك فيك. هو عدوك عايز يمسك عليك غلطة مش هيلاقي، هيحتار انك ماشي عدل طريق مستقيم. وبعدين يقول له ففي طريق احكامك يا رب انتظرناك، الى اسمك والى ذكرك شهوة النفس. كلمة انتظرناك دي كلمة جميلة. يقول له لخلاصك انتظرت يا رب، انا مستنيك. في انسان ما عندوش طول بال عايز يطلب الطلب يجيله دلوقتي، ربنا يقول له طول بالك فيش فايدة، مش وقت مش فايدة. لو اخذ طلباته في غير وقتها ممكن تتعبه. عشان كده انتظروا الرب. يقول في المزمور دربني في حقك علمني لأنك أنت إله خلاصي، إياك انتظرت اليوم كله. اليوم كله يعني طول العمر. في إنسان ينتظر الرب طول العمر، وعلى قد انتظارك على قد ما ربنا يديك نعمة. عشان كده أيوب الصديق اشتكى من حكاية انتظار الرب. قال له ايه؟ قال له ما هي قوتي حتى انتظر؟ هذا دي يعني انا مش مستحق.
والمزمور يقول انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. انفسنا انتظرت الرب معونتنا وترسنا هو. ويقول لتكن يا رب رحمتك علينا حسبما انتظرناك. يعني لو انتظرت يوم هيديك رحمة على قد اليوم، لو انتظرت شهر هيديك على قد شهر. مش حال بقى اللي هينتظر خلاص الرب طول العمر كان تكون المكافأة بتاعته في السماء. لخلاصك يا رب انتظرت. ويقول ايضا انتظر الرب واصبر له ولا تغر، ما تغرش من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد. طول بالك. الآية تقول في طريق أحكامك يا رب انتظرناك، وبعدين يقول إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس. هي جميلة بقى. ما هي شهوة نفسك؟ في واحد شهوة نفسه إنه يشوف عياله حلوين، شهوة نفسه إنه يحب الأكل، يحب الأكل الحلوة يعني ينزه نفسه، شهوة نفسه إنه هو يطلع من المنطقة دي يسكن في منطقة راقية، عايز يروح أمريكا. في ناس عندها شهوات كثيرة ممكن تكون مش وحشة، بس ما هي شهوة إشعياء؟ وكل إنسان يحب ربنا، قال له شهوتي إلى اسمك وإلى ذكرك. زي المزمور بيقول كما اشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. تخيل واحد مشتاق للصلاة. احنا كتير الواحد يزق نفسه على الصلاة ونسميها التغصب، ولما بيعمل تغصب نقول دي حاجة جميلة انه عمل تغصب، لان في اخرين مش بيغصبوا انفسهم، ملوش مزاج يدخل هنا، ملوش مزاج مش هيروح القداس. نقول له طب اتغصب شوي. ايه رأيك بقى ان في واحد تاني دي شهوة نفسه؟ هناك بعض الاشخاص يخرج من القداس وهو مشتاق للقداس، يخلص سهر التسبيح يقول السهرة جاية امتى. ففي ناس تشتهي العمل الروحي بجمال، وفي ناس تزقهم زق. يقول بنفسي اشتهيتك في الليل، ايضا بروحي في داخلي اليك ابتكر. ابتكر معناها اصحى بدري باكر، لانه حينما تكون احكامك في الارض يتعلم سكان المسكون العدل. خلينا نبص الاول في النص الاخير بتاع الايه دي. حينما تكون احكامك في الارض يتعلم سكان المسكون العدل. يعني لو ان سكان المسكونه ما عندهمش عدل هيكون ايه السبب؟ ان هم مشيوا بعيد عن احكام الله. احكام الله صدق وعدل ومحبه وانصاف. انصاف حتى لغير المؤمنين. يعني اذا كان ربنا بيشرق شمسه على الجميع، افرض انت في ايدك مصلحة معينة، هل هتفرق بين الناس وبعضهم عشان ده عجوز ولا ده صغير ولا ده غني ولا ده فقير ولا ده مسيحي ولا ده مسلم ولا ده كبير ولا ست ولا راجل؟ ده مش طريقة ربنا. طريقة ربنا اللي ياخد حق ومن غير ما يناهد معاك. واحد ليه مصلحة ادهاله، مش بتاع حقه. فربنا يحب كده. دي لو كانت احكام ربنا على الارض يتعلم سكان المسكونة العادل. عشان كده اذا دخلت في مكان تاخد حقك معرفتش تاخده، تذكر هذه الآية وقل له اين احكامك يا رب على الارض. ياريت كما في السماء كذلك على الارض لتكن مشيئتك
انا قلبتها ليه؟ عشان تفهموا الاصل، لتكن مشيئتك في الارض كما هي في السماء. نرجع للنص الاولاني، بنفسي اشتهيتك في الليل. الليل يقصد به فترات الضيق، دنيا ضلمه، عينيا مش شايف، في ضيقه جايه عليا. والليل يرمز لفترات الضعف والظلام، ساقط وخاطئ وحش. والليل ايضا يرمز لفترات التجارب والحروب الروحيه. فعشان كده ساعتها اشتهيتك، ما اصل اشتهيتك معناها انت مش قدامي. ساعه لما دخلت في البعد ومبقاش في نور المسيح، قلت فين ايام ما كنت بصلي، فين ايام ما كنت بسبح، فين ايام ما كنت عايش في النقاوة والطهارة، فين ايام ما كنت بخدم ربنا. اشتهيتك يا رب، بنفس اشتهيتك في الليل. المزمور يقول اذا ذكرتك على فراشي في السهد الهج بك. وفي النشيد تقول العروس في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته. اذا فترات الكسل والتراخي والنعم والضعف والسقوط، بس عشان كان لي خبرة مع المسيح افتكرت وقلت امتى نرجع تاني. عشان كده بقيت الآية قالت بروحي في داخلي اليك ابتكر. مش هقعد انا بقى نايم في الظلام واتمنى وانا لسه نايم، هقوم ويبقى اقوم وقت السحر وقت باكر. يا الله الهي انت اليك ابكر. عشان كده ربنا قال انا احب الذين يحبونني والذين يبكرون الي يجدونني. مش انام في العسل واقول كنت اذكرك على فراشي، ولا ناس اشتهيتك في الليل وخلصت القصة. لا، لازم اقوم وابكر واقول له عطشت اليك نفسي يشتاق اليك جسدي في ارض ناشفة ويابسة بلا ماء. وبعدين يقول معلومة عجيبة جدا، يقول لك يرحم المنافق ولا يتعلم العادي. يعني ربنا يديله فرصة واثنين وثلاثة ويرحمه ويطول بال ويستر عليه ولا يتعلم العدل. في أرض الاستقامة يصنع شرا ولا يرى جلال الرب. أرض الاستقامة معناها السكة قدامك حلوة، أنت ممكن لو مشيت صح هتبقى إنسان غني وكويس. ليه تمشي في طريق ملتوية عشان تجيب فلوس أكتر؟ ما كان كفاياك الاستقامة. يقول لا، في طريق الاستقامة يصنع شرا ولا يرى جلال الرب. معناها مش حاطط مخافة الله قدام عينيه، مش شايف ان الله له جلال وهيبة، فبيطيح في الدنيا. عشان كده في سفر الجامعة يقول الخاطئ وان عمل شرا 100 مرة وطالت ايامه. طالت ايام معناها ربنا مديله فرصة لاني اعلم انه يكون خيرا للمتقين الله الذين يخافون قدامه، افضل. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول وانت تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه. يقول معلمنا بطرس احسبوا أنات ربنا خلاصا. طول باله معناها فرصة عشان أخلص. تخيل أنت أن في طالب جه أستاذه قال له هعمل لك امتحان بكرة، فراح معايا. ليه يا ابني بتعيط؟ قال له يا أستاذ أنا مش مستعد. قال له خلاص هديك أسبوع مهلة عشان تلحق تستعد. أخذ الأسبوع وقعد يلعب. لما يجي بعد الاسبوع المدرس يقول له همتحنك، هل له حجة؟ هيعيط يقول له معلش المرة دي. يقول له خلاص اديتك كمان اسبوع.
هو بيديله أسبوع ليه؟ علشان يخلص، عشان ينجح، مش عشان يأثر. هو ربنا عمال يطول باله علينا مش عشان نستمر في اللعب والخطأ، ولكن عشان نفوق ونتوب. على رأي سيدنا البابا لما قال اللي بيقول هأجل التوبة لغاية ما مات أو لغاية ما أكبر، معناها بيقول له رب هظل عدوك لغاية ما أكبر، هظل كارهك لغاية ما أكبر، هظل بحب الشغل لغاية ما أكبر. هو التوبة معناها إيه؟ لأنه حاجة حلوة المفروض أرجع لها بسرعة وأتمتع بيها من بدري. المزمور يقول علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي، روحك الصالح يهديني في أرض مستوية. دنيا سليمة قدامي. وبعدين يصرخ إشعياء يقول يا رب ارتفعت يدك ولا يرون. إيدك ارتفعت بقت واضحة وهم مش شايفين. طب يعمل ايه ربنا يعني؟ وبعدين يكمل يقول يرون ولا يخزون، اسف، يرون ويخزون من الغيرة على الشعب وتأكلهم نار أعدائك. يعني الأول ربنا رفع إيده عشان يبان إنه قوي، هم مش واخدين بالهم، لكن ساعة ما يشوفوا بقى ويكتشفوا فعلا إن إيد ربنا هي اللي بتعمل كده يبتدوا يخزوا. يخزوا من إيه؟ إن الله غار على شعبه وأكلتهم النار، نار الغيرة ونار الحقد ونار الزعل. طب ما كان أحسن لكم من الأول، أول ما ربنا يرفع إيده تاخدوا بالكم وتتوبوا وتأمنوا وتقولوا إله الناس دول إله قوي وحي، مش عايزين يأمن. زي ما في أيوب قال كل طرقه لم يتأملوها. في ناس يقعدوا يقولوا شوف ربنا عمل إيه، يتعجب اسمك يا رب. شوفوا مثلا في قصة فرعون، موسى ضرب البحر شقه نصين. حد في الدنيا شاف المنظر ده قبل كده؟ فرعون لما بص بيد الله ولا كأنه شايف حاجة، قال ندخل وراه. طب دخل وراهم غرق. كان مفروض اول ما يشوف المنظر ده يتراجع يقول لا ده الههم اله قوي بشق البحر، انا مش قده، ده انا هبقى زيهم، ادخل في رعويته وامن بيه وسيبك من الاوثان. ويرجع مصر يحطم الاوثان ويجيب واحد من العبرانيين يقول لهم علموني الاله الحي بتاعكم ده اللي ضربنا 10 ضربات وفي الاخر شق البحر قدامكم. ما عملش ليه كده فرعون؟ لان من النوع اللي بيقول عنه اشعياء ارتفعت يدك ولا يرون، وساعة ما يشوفه مش بيستفيد هيخزو. كل طرقه لم يتأملوها، والمزمور يقول أنهم لم ينتبهوا إلى أفعال الرب ولا إلى أعمال يديه، يهدمهم ولا يبنيهم. إيه المشكلة اللي بتخليهم يعملوا كده؟ الانشغال بشهوات العالم، منها شهوة الرياسة وشهوة المجد الباطل وشهوة الفلوس وشهوة الجسد وشهوة الأكل. يقول هنا في أشعياء صار العود والرباب والضف والناي والخمر ولائمهم، وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون. شاهدين بل يا رب تجعل لنا سلاما لأنك كل أعمالنا صنعتها لنا. صلوة جميلة. أقول له يا رب خلي في سلام. ربنا نفسه يقول كده الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال رحمك الرب. والمسيح قال لأبائنا الرسل سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم.
حكاية كل أعمالنا صنعتها لنا مفهوم جميل ومهم. انت نجحت في الحاجة الفلانية تقول لي اه طب مبروك برافو، تقول ده ربنا اللي عمل كده، مش دي تعبير جميل كلكم بتقولوه في الحقيقة، ربنا هو اللي عمل كده، لولا إلهنا ما كانش حاجة حصلت خالص. يبقى دي الآية بتاعت كل أعمالنا صنعتها أنت لنا، لأنه قال المسيح بدون لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. عشان كده بولس الرسول قال إذا ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد لكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعب. في الآخر ربنا هو اللي عمل كل حاجة. ويصرخ أشعياء ربنا يقول له أيها الرب إلهنا لقد استولى علينا سابة سواك، سابة جمع سيد، وسواك يعني غيرك، بك وحدك نذكر اسمك. طبعا السادة اللي ممكن يستولى علينا هم الشياطين والشهوات والرغبات والضعفات، ونتعود عليهم مش عارف نخلص منه، اذا كان الغضب ولا الحقد ولا الكلام الرديء ولا النميمة ولا الذم ولا النم، كل الحاجات دي سادة بتسلط علينا. يقول عنها معلمنا بولس في غلاطيا كيف ترجعون ايضا الى الاركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون ان تستعبدوا لها من جديد. ليه نرجع للحاجات اللي استعبد من جديد؟ اذا كان ربنا حررنا. والمسيح قال لا يقدر احد ان يخدم سيدين، لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر او يلازم الواحد ويحتقر الاخر. لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. ممكن المال يكون سيد يتسلط على الانسان، اما الانسان الروحي فيحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من احد. انسان حر، عايز تبقى حر ولا عبد مذلول؟ المسيح قال ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا. يحررنا من الشيطان ومن الشهوات ومن الاخطاء ومن الضعفات ومن كل شيء يسلب ارادتنا وحريتنا. هنكتفي بهذا عشان الوقت خلص، ويبقى واقفين عند الآية رقم 14. لإلهنا المجد الدائم للأبد آمين.